ايوه وقعت وال كيف شكلها؟ يا الله احلى ثمبنيل هذا. اول مره بعرف شو دخل توشيبا بكاميرات كانون. هاي فكت. اوه ايوه بيفتح باخذ الصوره وبسكر. هاي اللقطه ها انا كل فكت الكاميرا بس مشان هاي الشغله. هاي الشتر حبايبي. يعطيكم العافية حبايب، اليوم بدنا نفرفط كاميرا كانون دي اس ال ار احترافية ونشوف شو مكوناتها ونتعلم شوي عن القطع اللي موجودة فيها وكيف ممكن نستخدمها. بداية انا راح افك الكاميرا البودي. ايش يعني البودي؟ يعني الجسم. ما في عندي عدسة، العدسة راح نفكها بفيديو ثاني ونشوف شو المكونات اللي موجودة جوا. للتأكيد الكاميرا شغالة تمام، بدي اياها تكون شغالة حتى اتاكد ان وظيفه كل القطع اللي فيها ممتازه. بدي احاول افك كل برغ قدامي، انا ما عندي اي خبره نهائي بفك الكاميرات، لكن اللي بعرفه انه تقريبا في 3 براغي هون. هاي برغيين لقيتهم، واحد هون وواحد هون. هاي المنطقه اللي بتحط عينك عليها مشان نشوف الصوره، بنسميها فيو فايندر. وغير هيك في براغي على الجنب اذا شايفينهم. اول شيء بدي اعمله انه اشيل البطاريه، انا مش قادر اتحرك باستخدام الكفوف زي هيك، شلنا البطاريه. بعدين بدي ابلش افك فيهم واحدة واحدة. أظن البراغي اللي تحت كمان إلهم دخل بالبدي الأمامي، هي كله هذا متصل قطعة واحدة، فكمان بدي أفكهم عشان أشوف إذا بقدر أفصل الكاميرا أو لا. بس لسه في كمان برغي هنا. هذا اخر اشي بنفك، واتوقع راح يفرط معاي البدي من ورا. بعد ما فكيت كل البراغي هيك الكفر اللي ورا فرط معاي وبتنكشف الكاميرا. ايش ايش ولا اشي. هاي المعالج توشيبا هون مكتوب، هذا المعالج اللي هو بيستلم داتا من السنسور من هون وبيعالجها بحوله لصورة بعدين بحوله على الميموري. هلا هاي الشاشة، ما في تفاصيل كثير صراحة اشرح عنها، بس هاي شاشة الكاميرا يعني بسيطة ما فيها اشي. والكبسات اللي ورا يعني ما مش هالإشي الخرافي. بس هلا بدي احاول افرطها انه يطلع البدي الامامي. بدي اكشف الشتر اللي موجود بالكاميرا. خليني افصل السنسور، هذا الكيبل تاعه اظن ايوه لحاله، بس تكون كثير حساس فيه. خلص ما بضل عندي غير البورد، والبورد كمان انا ما بهمني صراحه، بدي افكه مشان اكشف الشتر من ورا. لسه كمان علي اني افك البدي من فوق. هل انتبهت للبراغي؟ في هون برغي وعلى الجهه الثانيه برغي، لازم افكهم مشان يطلع البدي من فوق. اوه قدرنا هيك نوصل للبدي، طلع محلاها. تخيل كاميرتك تكون زي هيك بس من دون اي كفر، او يكون الكفر شفاف. اوه بس اتوقع صراحة الي ساعة عم بحاول افكفك هذا البرغي، اظن اله حاجة اني افكه. هلا هذا البرغي اللي هون احنا بنستخدمه، او هذا العجل اللي هون احنا بنستخدمه مشان اللي بدي يصور وهو بلبس نظارة، فهي بتساعد اللي عندهم بعد او قصر نظر. فاتوقع اذا فكيتها هاي بتسمح لي اني ارفعه. ايوه طلعت معاي كلها، بس ضايل اكمل سلك. خليني احاول افكهم. هاي هالسلاك هاي كلها بدي اطلعها مشان ما اواجه اي مشكلة. تمام، شو ذا السلاك؟ مفروض فرطت معاي. في سلك هون، ايش هذا؟ ايش مايك؟ المايك اوكي. خليني اسحب السلك تاعه من هون. ايوه وقعت. وال كيف شكلها؟ يا الله احلى ثمبنيل هذا. والله تتعلق عندي كفر. علقم جهز حالك راح اطبعها هاي. هسه بدي افك المذر بورد. هون في برغيين تحت هاي اللزقة الصفراء. للبورد نفس الاشي، بس المفروض هيك البورد يطلع معاي. اشوف ايوه بس في قطعة هون، خليني اسحبها. اول مرة بعرف شو دخل توشيبا بكاميرات كانون، هاي جديد علي. انا بعرف ان كاميرات الكانون بيستخدموا معالجات بيسموها الديجيك 5 و 8 وابصر شو. طلع يا اخي هاي تحفة تحفة. طلع عشان هيك الكاميرا لما ثبتها على ترايبود بيكون ماسك البدي كله، تطلع وين الحديدة هاي تاعت الترايبود ماشية ماسكة البدي كله لحد العدسة لهون لحد كل اشي.
يعني هي مش بس برغي بالنص، احنا بنفكر انه برغي، لا هيها قطعة حديد كاملة. هذا لحاله اشي عظيم اللي هون الفيو فايندر، انه احنا كيف بنشوف الصورة قبل ما نلتقطها. هذا لحاله عالم. خليني افكه ونشوف شو في وراه. هلا بداية في هاي العدسة المكبرة، تمام نشيلها. بعدين في عنا عدسة ثانية جوا بدنا ننتبه. هذا العجل اللي حكيت عنه قبل ما افكهم، هذا العجل شوف شو بعمل، ببعد او بقرب هاي الشاشة الصغيرة، مش عارف اذا شايفين الفرق او لا، بقربها من هاي العدسة المكبرة، فهيك بيحل مشكلة بعد او قصر النظر عند المصورين اللي بيلبسوا نظارات، فبيقدروا يصوروا بدون ما يلبسوا النظارة. نقوي قلبنا ونفك السنسور. يلا بس خلينا احط قطع الفيو فايندر مع بعض. للتاكيد ليش بحكي لكم لا تلعب بالبراغي الموجوده على السنسور، لانه في زومبرك، هي شايفين في زومبرك دقيق جدا، اظن من هون ومن هون ومن هون ومن هون، في اربع زومبركات تقريبا، هذا موجود عليهم السنسور ومعمول له كالبريشن، معمول له ميزان، فهي هي الفكره انه اذا لعبت فيه خلص ضرب ميزان السنسور كله المعالج. في هذا البرغي، هذا واحد من الاربعه اظن الموجودين. هسه بدي افكه واشوف شو النتيجه. اوه هذا له مفك خاص، مفك سداسي، مش مصلب. هاي فكت. اوه هي السنسور، هذا هو المستشعر اللي التقط الصوره، حتى المعالج عليه طبقة حماية، أظن هاي هي اليو في فلتر اللي ما كانتش موجودة زمان، لأنه في طبقة حماية هون قزاز خفيفة، خليني أدق على زاويتها، لأنه مستحيل مش السنسور، السنسور لسه لجوا جوا، في طبقة قزاز شفافة وبتلمع بلون بنفسجي، أظن هاي هي اليو في فلتر، زمان كانت فلاتر تنحط على العدسة، فسمعت وهي هلا تأكدت إنه صارت تنحط على السنسور مباشرة، فبطل في داعي تشتري يو في فلتر تحطه على عدستك لما تصور. هذا كروب فريم يا شباب، مش فل، الفل بيجي لسه أكبر لهون تقريبا. طبعا أنا هلا تكهربت من الكاباسيتر اللي هون، مش عارف أحكي لحسن الحظ ولا لسوء الحظ إنه الكاميرا ما صورتني، بس مبسوطة حالي قاعد ماسك الكاميرا بإيدي وناسي حتى لو ما فيها بطارية هذا بيكون مخزن طاقة. فأكلت صعقة. أخ بس هاي فكينا الغرفة اللي بصير فيها الطابق تاع الشتر. إيه فهذا هو الشتر، بيكون السنسور وراه مخبى، وهي الضوء بيجي من قدام وبيعمل هاي الحركة. أيوة بيفتح بوخ الصورة وبيسكر. هاي اللقطة ها أنا كل فكت الكاميرا بس مشان هاي الشغلة. هاي الشتر حبايبي، هاي برداية الشتر. فللتأكيد حبايبي هي هيك بيكون الشتر قبل التقاط الصورة، تمام. بعدين بيفتح بجمع إضاءة للسنسور، بأخذ الصورة، بعدين برجع بسكر. اضطريت ازيد الاضاءة بس هيك بشكل مؤقت بس مشان تشوفوا في فتحة تحت. هاي فكرتها الفتحة انه المراية اللي هون اللي بدخل منها الضوء على السنسور، هاي المراية نص شفافة بمرق منها جزء من الضوء بنعكس لفوق، في جزء بنعكس لتحت على هاي الفتحة، وهاي الفتحة في تحتيها هيك زي معالج بس للفوكس فقط. مشان هيك لما تيجي تصور انت على الفيو فايندر بيعطيك فوكس اسرع من اللايف فيو، فهذا المعالج بس باخذ الفوكس. مشان هيك لما تيجي تصور يفضل انك تستخدم الفيو فايندر، تحط عينك على المنطقه اللي فوق، باخذ فوكس اسرع بكثير من اللايف فيو الشاشه. بالعرض البطيء اللي بصير جوا الكاميرا بس تلتقط الصوره، المرايه بترفع وهذا هو اللي بيطلع الصوت تشك تشك، هذا الصوت. بعد ما ترفع المرايه تمام بيفتح الشتر، بتم التقاط الصوره، بسكر الشتر وبترجع المرايه محلها. هاي هي فكره كاميرات الـ DSLR. اللي بصير كالآتي، هي العدسة هنا بدخل الضوء على المراي اللي موجودة بزاوية 45، بعدين قبل ما تلتقط الصورة بنعكس الضوء لفوق، جزء منه بنعكس لفوق لهاي القطعة بالضبط، هذا المنشور الزجاجي، وبعدين برجع بنعكس بيطلع لعينك، ونص الصورة بنعكس للفوكس تحت لهاي المنطقة مشان ياخذ فوكس بسرعة. هلا بس انت تلتقط الصورة المراي بترفع، الشتر بنزل، وباخذ السنسور الصورة، بعدين ترجع العملية ريست على السريع. يعني انا بالنسبة لي صراحة انا سعيد جدا اني قدرت اشوف سنسور، يعني كم مصور فيكم بيقدر يحكي انه والله ها قدرت اشوف سنسور الكاميرا، عقبال ما نشوف سنسور فل فريم يا رب.
حبايبي بعتذر اذا طولت عليكم، يعني راح احاول قدر الامكان انه الفيديو يكون تايم لابس مسرع للفك وللتركيب الى اخره. هدفين من هذا الفيديو، الهدف الاول ازيد الوعي عند الناس انه الكاميرا اللي انت قدامك هاي بتكبس عليها كبسه في مليون اشي عم بصير جواتها، وثانيا راح ازود كل المدربين كل معلمين التصوير اللي بالعالم ان شاء الله، لانه ما فيش فيديوهات زي هيك، ما حدا خاطر يفك كاميرا زي هيك، فراح ازودكم بكل هاي الفيديوهات بدون لوجو بدون اشي، انتوا استخدموها بكامل حريتكم حبايبي، بهدف انه نفيد الطلاب قدر الامكان، لانه حلو يشوفوا الاشي بدل بس ما نضل نحكي عنه شتر وبرداية شتر ومراي وسنسر كروب وكذا، لا هلا بيشوفوا قدام عينهم، وان شاء الله لبعدين مش هسه بده ياخذ مني وقت، راح اعمل فيديوهات ستوب موشن، اخلي الشتر لحاله ينزل ويطلع والمراي ترفع وتنزل بشكل مشروح وواضح حتى الطلاب يفهموها بشكل اسرع. يعطيكم العافية حبايبي، تذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع يا فنانين لكن بطريقته الخاصة. مع السلامة، بشوفكم بالفيديو القادم.